الشاب اللبناني ببلش يفكر بالهجرة قبل ما حتى يتخرج من الجامعة، هذا الجو العام بالبلد. الطالب ناطر تيحصل على شهادته تيقدر يترك بلده ويروح على دولة بالشرق أو بالغرب بتأمن له فرصة عمل وحياة أفضل. خلونا نتابع سوا التقرير. الهجرة ممكن نعرفها أنها ظاهرة اجتماعية كتير معروفة بلبنان، وهي مش ظاهرة جديدة، هي ظاهرة قديمة بدأت بأواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، وقت اللي كانوا اللبنانية يهاجروا ليهربوا من لبنان من الحكم العثماني تيروحوا يدوروا على فرص للعيش أفضل، عيش الكريم خارج لبنان، وليكتشفوا حياة جديدة بالبلدان برا. ولكن هيدي الظاهرة هي ظاهرة مستمرة ليومنا هيدا، وعم تتزايد أكيد بفعل عدة أمور. يعني هون ما بيقدينا معاشنا، ما بيقدينا تنعيش إنه مرتاحين شوي، يعني على القد وهيك، فأحسن فل أحسن فل. في أكثر فرص عمل برا وأحسن المجالات، ويعني أكثر بحس المستوى أعلى بعد من هون، والمعاشات اللي بينعطوا هون نوايه تقدر على القليله ترجع تعود قصه جماعتك. يعني انا بظن انه اذا جاني وظيفه بلبنان صعب كثير اقبلها، يعني فضل وظيفه برات لبنان. سنة 2006 بعد حرب تموز أجرى مركز دراسات الانتشار اللبناني دراسة ميدانية على 444 شخص، ونسألوا هول الأشخاص عن هل هم يفكروا بالهجرة من لبنان، وتبين من خلال نتائج هذه الدراسة على الأرض أنه حوالي 60% من الأشخاص اللي جاوبوا على هالأسئلة أبدوا رغبة بالهجرة من لبنان، وهن 56% من حملة الإجازات، 24% من حملة الماجستير، و 3% من حملة الدكتوراه. فمنشوف من خلال هيدي النسبة انه هيدي هجرة ادمغ من لبنان. المعضلة هي كبيرة، شبابنا عم بتسافر لعدة اسباب، هي اسباب سياسية، الاسباب الاقتصادية، والاسباب النفسية اللي خلقانة بمجتمعنا. بس المشكلة الاساسية هي انه ما حدا عم بيهتم بهيدي الشباب، ما عم بيجوا يلاقوا اوبورتيونيتيز اما ياخذوا هالشباب اما يستثمروا هالادمغة تبعنا بهالبلد ويخلوها هالولد. لبنان بلد قايم على الاستقرار، اذا في استقرار كل العالم تشتغل، الطبيب بيشتغل، المهندس بيشتغل، اللي عنده بزنس، اللي عنده مطعم، كل العالم تشتغل. فبليز يا ايها السياسيين، نحن بندعيكم هون كطلاب جامعات، امنونا الاستقرار، انا بنام مع الاستقرار بعيش. انا اكيد رح سافر، انه بعرف بلد خربان ما حدا بيلغو الثاني. الخارج في فرص، بيعطوا فرص للشخص تيبين عن كفاءاته، يعني ما بيتطلعوا للنسب، ما بيتطلعوا للعائله، ما بيتطلعوا للطائفه، لاي منطقه بينتمي، بيتطلعوا على كفاءته. اكيد فل، لانه اوريدي كنت برا وجيت على لبنان لاتعلم، بس اكيد رح ارجع، لانه ما اكيد حدا رح يعطيني مصاري لاعمل له فيلم هون، ما حدا بيقدر. فمن هالمنطلق هيدا هالشخص اللي عم بيلاقي تقدير في الخارج، اللي عم بيلاقي مردود مادي ومردود معنوي ومردود بالخبرة، هيدا الشخص في صعوبة جدا يرجع على لبنان. بالمقابل فينا نقول انه التحويلات المالية مثلا عم تجي على لبنان من هول الناس الشباب والطاقات الشابة عم بتساهم على المستوى الاقتصادي، وفينا نقول انه في قفزة نوعية بين سنة 2000 و2009 بالتحويلات المالية. ليش؟ لانه سنة 2005 صارت حوالي 6 مليار دولار، ولكن سنة 2009 صار بلغت نحو 7 مليار دولار. بس النقطة انه انا وين؟ وجودي بهالمجتمع وين؟ وجودي بارضي وين؟ طيب اذا انا فليت وخيي فل وبن عمي وصاحبي ورفيقي لمين بيبقى لبنان؟ كرمال مين بده يبقى لبنان؟